السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناتي وصفات زينة. يعتبر الساجو من المأكولات الشعبية، فهو يستعمل كنشاء لصناعة الحلويات، ويمكن استخدامه في الطهي كمادة مركزة لقوام المرق أو في تماسك البودنج والمهلبية. الموطن الأصلي لها هي المناطق المدارية في جنوب شرق آسيا. شجرة الساجو هي نوع من أشجار النخيل، حيث يستخلص من لب سيقان نخيل الساجو نوع من الدقيق يشبه النشا يسمى دقيق الساجو. تقطع سيقان نخلة الساجو إلى قطع طولها متر إلى مترين، وتزال القشرة الخارجية للساق، ويؤخذ اللب الداخلي في صناعة الساجو. تأتي الساجو على شكل شرائح أو كريات صغيرة بلورية. طبق اليوم هو حلى الساجو في شراب جوز الهند المحلى على الطريقة التايلاندية. ننقع حبيبات الساجو في الماء بواسطة مصفاة لدقائق، ثم نشطفها بالماء. وبعد تصفية حبيبات الساجو من الماء، نقسمها إلى قسمين. القسم الأول نلونه بأحد ألوان الطعام كاللون الأزرق، ونقلبها جيدا. ونلون القسم الثاني باللون الأحمر. نبدأ بتجميع حبيبات الساجو وهي مبللة، لنشكل كرات بالحجم التي تصلح لتكون قضمة واحدة أو الحجم الذي ترغب فيه. كذلك نقوم بتكوير حبيبات الساجو الملون بالأزرق. وفي حال تيبست حبيبات الساجو، يمكن تبليلها بقليل من الماء. نغلي الماء، ثم نبدأ بإسقاط كرات الساجو. عندما ينضج كرات الساجو، يبدأ بالطفو على السطح. نرفعها ثم نضعها في ماء بارد
حتى نوقف عملية النضج. ثم نبدأ بعد ذلك بإسقاط كرات اللون الأحمر. وبنفس الطريقة نرفع كرات الساق الأحمر ونسقطها في ماء بارد لإيقاف عملية الطهو. في قدر عميق أضع حليب جوز الهند والسكر ونصف ملعقة صغيرة من الملح وأقلبها على النار حتى يختفي السكر. وعندما يبدأ حليب جوز الهند بالغليان أطفئ النار. عند التقديم أصفي كرات الساق الملون من الماء البارد وأضعها في صحن التقديم، ثم أصب عليها شراب حليب جوز الهند المحلى. في تايلاند يكثر أطباق الحلويات التي تأتي على شكل ثوب أو حساء محلى ليتناسب مع الجو الاستوائي. آمل أن يعجبك هذا الفيديو. لا تنسى عمل لايك وشير مع أصدقائكم، وترقب الفيديو كل أسبوع باشتراكك في قناتي والضغط على الجرس. وإلى أن يحين ذلك الوقت استمتعوا بالطبخ.